ما هي حماية الشرطة؟ تسمح حماية الشرطة للشرطة لأخذ الطفل من حالة خطرة أو لوقف نقل الطفل من مكان آمن مثل مستشفى. سلطات حماية الشرطة تستعمل فقط في الظروف الاستثنائية، حيث لا يتوفر الوقت الكافي لطلب حماية طارئة أو لأسباب تتعلق بالأمان الفوري للطفل. إذا كان هناك حاجة لأخذ الطفل إلى الحماية لكن ليس هناك خطر فوري، يجب أن يستعمل طلب حماية طارئة. لا ينبغي لحماية الشرطة أن تدوم أكثر من 72 ساعة، وإذا القلق حول الطفل لم يحل بهذا الوقت فإن خدمات الأطفال قد تقرر تقديم طلب الحصول على طلب حماية طارئ فيما يتعلق بالشخص الصغير.